واحد اتنين ادخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اختراع كنا بنستخدمه في توثيق اللحظات السعيدة والمناسبات العائلية، وهي الكاميرا. طبعا دي الكاميرا التقليدية. هنتكلم في الحلقة دي عن الكاميرا التقليدية، فكرتها ايه وطبعا وذكرياتنا معاها، وايه سبب انهيارها قصاد الكاميرا الرقمية الحديثة او السمارت فون. الكاميرا التقليدية بكل بساطة للجيل الجديد اللي ما يعرفهاش، هي آلة كنا بنشتريها عشان نلتقط الصور الملونة او الابيض واسود. الشكل العام كان بيختلف، لكن كان الفكرة واحدة. الفلاش اللي بيضرب نور عشان الصورة يكون فيها وميض، مكان بنحط فيه بطارية او حجارة، طبعا في الغالب بيبقى حجرين افريدي او نينجايزر، والحجرين دول كانوا دايما بيخلصوا بسرعة، فلازم كنت تجيب حجارات لها كفاءة عالية في الشغل. ايه عندك هنا العدسة اللي بتشوف منها الرؤية وتحدد مكان الصورة، والعدسة بتاعة الفيلم في الظهر بتلاقي مكان بتركب فيه الفيلم. الفيلم ده بيكون عبارة عن شريط مغناطيسي، الشريط ده بيكون حساس للضوء، بيتحط في المكان دوت. الشريط ده ممكن يكون بيلتقط 15 صورة او 20 صورة او 30 صورة حسب الشركة المصنعة. وفي الشباك اللي بتبص منه عشان تلقط الصورة، والمصراع اللي بيلقط الصورة او الزرار اللي بتضغط عليه بيلقط الصورة، ومكان او الزرار البدالة او الدراع اللي بيحرك الفيلم عشان يغير مكان الصور. دي الكاميرا بكل بساطة. طبعا الاشكال كتير والشركات اللي بتصنع كتير، اشهرهم طبعا دي كاميرا كوداك، في عندك فوجي فيلم، وشركات كتير كانون وشركات ياما. خلي بالك ان الشركات ده هي مكسبها كان في بيع الكاميرات، لكن المكسب الاكتر كان في بيع الافلام. الافلام دي كانت حاجة مستهلكة واستمرار، فالشركات دي كانت بتكسب من بيع الافلام، وكمان كانت بتبيع توكيلات واماكن لتحميض الافلام. الفيلم ده بعد ما بيخلص بتاخده بتوديه للمكان او المكتب اللي بيتحمض فيه، والمكان ده بياخد الفيلم وبيحمض لك. طبعا المكان ده بيطبع لك الفيلم على كارت، الكروت دي طبعا كنا بنحتفظ بيها في البوم الصور. يعني الكروت دي او الصور دي لها ذكريات طبعا جميله جدا، كانت طبعا حفلات اعياد ميلاد او مناسبات سعيده او رحلات. الكروت دي طبعا كنا بنحتفظ بيها في البوم الذكريات. طبعا بيوت كتير كانت بتعلق الصور ده وبتكبرها، وطبعا المناسبات السعيده كالافراح واعياد الميلاد الصور دي كانت جزء مهم جدا هنا. طبعا الصور ده هي عشان تحتفظ بيها بنسخه على الكمبيوتر كنت بتحتاج جهاز سكانر، الجهاز ده كنت بتقدر من خلاله بتسحب الصور ده وتحتفظ بنسخه رقميه. لكن انا عامل حلقه قبل كده وهي ازاي تسحب سكانر بدون سكانر، ممكن تحول الصور ده لنسخه تحتفظ بيها على الموبايل او الكمبيوتر من خلال موبايل، وشرح الفكره ده في حلقه كامله من خلال برنامج اسمه كام سكانر. الحلقه ده هسيب الرابط في الوصف وهيظهر لك الحلقه هنا. زي ما قلت لك قبل كده ان من اشهر الشركات اللي كانت بتنتج الكاميرات ده هي كانت شركه كوداك وفوجي فيلم وكانون وشركات كتير. الشركات ده هي كان اغلب ارباحها زي ما قلت لك من الافلام وادوات التحميض. بدايه ظهور الكاميرا الرقميه كان سنه 1990. طبعا الكاميرات الرقميه كان فيها عيوب كتير، ويعني كانت صعبه وغاليه جدا، والكواليتي بتاعها مش زي الكاميرات التقليديه. لكن مع التطوير والتحسين وظهور الكاميرات اللي كانت منفقه عن الهواتف المحموله من بدايه الالفينيات، بدا ياثر على مبيعات الكاميرات التقليديه، وبالتالي بدا ياثر على الافلام. الشركات اللي سبقت وخدت فكره الكاميرات الرقميه كانت شركه كانون وشركه سامسونج وشركات كتير. الشركات ده هي بقرار صح انتقلت من باب الكاميرات التقليديه الى باب الكاميرات الرقميه، وبدات ده تصنع كاميرات رقميه. وطبعا اللي بيفرق الكاميرا الرقميه عن الكاميرا التقليديه ان انت في الكاميرا التقليديه تكلفه التصوير غاليه جدا، اضافه ان انت ما تقدرش تحتفظ بنسخه من الصور دهيت على الكمبيوتر، لازم تسحبها سكانر. اما الكاميرات الرقميه فبتقدر تلقط الصوره وممكن تعدل في الصوره كمان من خلال الكاميرا، او تنقلها بكل بساطه على الكمبيوتر، وتقدر حتى بعد ما تصور الصوره تتجنب الغلطات اللي بتحصل في الصور العاديه، اضافه ان الكاميرات الرقميه حاليا بقت ارخص. طبعا الكاميرات التقليديه ما انتهتش، في ناس كتير لا زالت محبه للكاميرات التقليديه، وفي شركات متخصصه بتنتج الافلام اللي انت تقدر تستخدمها في الكاميرات التقليديه. لكن يبقى ان هي سنه الحياه، يعني ان الكاميرات التقليديه ما عادتش مستخدمه حاليا، حتى ان اي حد عنده كاميرا تقليديه مش هيلاقي افلام، وحتى لو قدر ان هو يلاقي فيلم مش هيلاقي مكان يحمض له الفيلم.
فكرة تحميض الأفلام كانت فكرة صعبة جدا، بتدخل في أوضة مظلمة وبتبدأ تحمض الفيلم في مية. يمكن الناس كانت بتتفرج على أفلام قديمة شافت فكرة تحميض الأفلام، لكن حاليا الكاميرا الرقمية إن هي بتقدر تلتقط الصورة وتحتفظ بها على الكمبيوتر أو تطبعها بأي طبعة موجودة عندك في البيت أو في أي مكان، وتطبع نسخة واتنين وتلاتة، والتكلفة طبعا المادية أقل. زي ما قلت لك ان اغلب مكسب شركات بيع الكاميرات كان من بيع الافلام وكمان مواد التصوير. يعني يمكن الشركات دي كانت بتروج لنفسها ان هي كانت بتوزع كاميرات هديه، يعني ممكن كده تفتح ازازه كوكولا او بيبسي تلاقي فيه هديه مبروك كسبت كاميرا، تروح تستلم الكاميرا من التوكيل او من اي مركز بيع بيبسي وتاخد الكاميرا وتبدا تصور بيها. الشركات كانت بتفكر صح ان هي تروج للافلام بتاعتها مواد التصوير بالكاميرا. الكاميرا مهما كانت تمنها مش غالي، لكن انت هتحتاج تجيب فيلم باستمرار وهتحتاج تحمض الفيلم في الوكيل الخاص بالشركه ديت. لذلك ان كانت فكره ان هي تديك كاميرا هديه كانت فكره جميله جدا، لكن طبعا التكنولوجيا الحديثه زي ما قلت لك ما بترحمش، وزي ما الكاميرا الرقميه قضت على الكاميرا التقليديه، الهواتف الذكيه وامكانياتها قضت على الكاميرا الرقميه. ممكن انت تستخدم الموبايل بتاعك في ان انت تصور صوره بجوده عاليه يمكن تكاد تكون افضل من الكاميرا الرقميه. في النهاية أتمنى الحلقة دي تكون عجبتك وعرفت الفرق بين الكاميرا التقليدية والكاميرا الرقمية وافتكرت معانا الكاميرات بشكل عام وذكرياتك معاها. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هتكون في حلقات قادمة. كان معكم بلال المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.